الشعب الجزائري من بين العدد الاخر نتاعو انهم دارو زيارات اليوم امنيني سجل في خرجه ميدانيه توعويه تحسيسيه لفائده المواطنين. طبعا الخرجه يشرف عليها اطباء عمون واطباء بياطره من امن ولايه سجل لتذكير المواطنين وحثهم كذلك على ضروره تقيد بالاجراءات الوقائيه من جائحه كورونا، خاصه في هذه المناسبه التي تعرف يعني تجمعات بين المواطنين اثناء عمليه نحر الاضاحي.